شفتي اي اذا شفتي حدا لابسه هذا اكيد موريتاني، يعني ما في نقاش بانه شيء خاص فيه. لازم يكون كله نفس الشيء، يعني من فوق لتحت نفس القماشه. ايه نفس القماشه، يعني هو اصلا من بلوزه ومن تحتها. تمام. طب احنا لحتى نوضح يا اغلانا، رح تلبسينا هلا هذا اللباس الموريتاني واللي لاول مره انا بلبسه، اكيد اسراء اول مره تلبسيه مع اللباس الموريتاني نجربه. يعني رح تعلمينا في البدايه طبعا وتلبسينا يعني برضه. يمكن بالنسبة لكثير من الناس رح يشوفوا انه القماش كبيرة، فصعب انه الواحد لا هو على حسب مثل تقدرون في قماش، يعني في انواع عديدة، يعني مو محتصر مو محصور بس بنوع واحد. يقام بربط، يقام بربطي من هالطرفين وبعدين بتفوتي راسي. انت حتفوتي براسي؟ اوكي رح نلبسه لك. طيب اوكي فوتي ايدك هون كمان الايد. اها اذا في ربطتين، ربطه بالراس ايه، ربطه من هون وربطه من هون. طلع ايدك وبطلع ايدي. والله جميل. طيب كمان في لفه هيك او هيك. طيب يعني انا سعيده جدا بهاي التجربه. لا لازم انا اجرب، لازم اجرب. شوف تفضلي علا، المكان كله لك. انت شوف كده تصير النتيجه. يعني هو لبس سهل، يعني بس تربطيه ربطتين وخلص. يعني هيك لحتى نوضح بس لا هو هيك. اذا هيك حلو سهل معنا. طيب حلو. هلا المصور قطيبة رح يصور لنا صورتين. هيك تمام. ساعدك انا بشي؟ اوه لبستي غلط. غلط؟ غلط. اوكي هذا كويس الغلط اللي صار لحتى نعرف. في وجهي سن. في جي سن. حسيت انه صغير إيه؟ شوي. لانه جي سن، هذا الجي اللي تلبس، هذا الجي اللي تكون فايتسه جوا. تمام هلا. هيك صح؟ اوكي. طيب. فوتي ايدك هون. هون. اوكي رح اربطه هلا على الهواء لانه نفكت مع الاسم. تمام. جميل. سبحان الله الانسان بس يعتاد على شيء، هي تتحرك برشاقه وبتلبسنا و... فعلا. واجت بهذا اللباس. على ايدك شوي من هون؟ ايه اوكي. عملناها المعجزه يا علا. فعلا يعني هي اول مره لازم شوف كيف. يعني شكرا كثير لك لوجودك معنا اغلانا وعلى هذا اللباس الجميل حقيقه اللي لبستينا اياه، وانا فخوره جدا لانك لبستينا اللباس الموريتاني. واكيد في هذا الشرف، يعني في نهايه هذا اللقاء تحيه كبرى لكل الشعب الموريتاني على التمسك بهذه العادات والتقاليد حتى الان. شكرا كثير لك اكثر، وفعلا انا سعيده بهي التجربه، وهي التجربه فعلا يعني توثق على الهواء مباشره في اللباس الموريتاني. كان مطلوب منا ان نعرف على موريتانيا بعاداتها وتقاليدها، وهذا اللي كان لازم. شكرا لك اغلانا. العفو. وبالتاكيد مشاهدينا شكرا لكم، نتمنى لكم نهايه اسبوع جميله ونلقاكم في الاسبوع القادم باللباس الموريتاني.